السلام عليكم الاخوان الاخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد خاص باغرب السرقات اللي وقعت في المغرب. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لصوص كيهرسوا القفوله وكيفتحوا الابواب وكيدخلوا المحلات كيسرقوا داكشي اللي فيها. كذلك غادي نشوفوا لصوص كيحاولوا انهم يهرسوا الابواب ولكن ما نجحوش. غادي نشوفوا كذلك الطرق اللي كيخدموا بها هاد اللصوص وكيفاش كيديروا حتى يفتحوا الابواب. قبل ما نبداو هذا الفيديو، الا جات على خاطرك خويا اللي كتشوف هذا الفيديو، اختي اللي كتشوفي هذا الفيديو، اشتركوا في القناه وضغطوا على لايك، ديروا جيم لهذا الفيديو، لان هاد الناس اللي وقعت لهم هاد السرقه كيطلبوا البارطاج باش هاد الفيديوهات يوصلوا للناس المسؤولين، وكذلك ربما يوصلوا لهاد الناس اللي كيقوموا بحال هاد الافعال باش يتوبوا ويرجعوا للطريق الصحيح. هاد الفيديو كما شفتوا وقفات واحد السياره امام هاد المحل، ثم هبطوا منها اشخاص جابوا داك الدوزان ديالهم، هذيك البنسه ديال الحديد اللي مصايبينها لهاد الغرض، ثم بداو كيطرطقوا في هذوك القفول، ما بغاوش يتهرسوا ليهم. مشاو جابوا واحد الاداه اخرى كما كنشوفوا، ثم كاين الرئيس ديالهم هذا اللي لابس الكحل، كيبان ليا هو اللي زاعم فيهم، هو اللي معلم فيهم. هنا بداو كيطرطقوا في القفوله وكيدفعوا في هذاك الباب، يعني كيحاولوا انهم يعوجوا الباب باش يتفتح. فعلا غيفتحوه، ثم غيدخل هذاك اللي لابس الكحل هو الاول، وغادي يبدا يشوف شنو كاين في المحل. وما اصلا غادي يكونوا عارفين شنو كاين فيه، لانه ما غاديش تكون شي سرقه غير هكاك. غيدخلوا المحل وغيضربوا هاد التماره ديال انهم يهرسوا الباب وما عارفينش شنو غادي يلقاو، يعني ضروري كيكونوا عارفين شنو كاين في المحل، يعني واخدين واحد النظره على المحل وعلى المنطقه اللي فيها هاد السرقه هادي. هنا بداو كياخذوا السلعه وكيديروا في السياره. هاد اللحظه غادي نشوفوا هذاك اللي داخل المحل غادي يخرج بسرعه وغادي يركب في السياره وغادي يهربوا. علاش؟ لانهم سمعوا واحد السيد حداهم فتح الكراج وهربوا. الاخوان حضيو براسكم وردوا بالكم، هذه واحد العصابه خطيره جدا جات للمحل نهار ليله 27 ليله القدر. المجرم ها هو نزل من الطوموبيل، هاز السيزاي، ضرب القفل ضربه وحده. هذا المعلم ديال السوارت هو اللي بغيتكم تبارطاجيو، ها هو الصوره ديالو واضحه. هذا المجرم هذا اللي كيعرفوا يبارطاجي معنا الفيديو على اوسع نطاق. اليوم جاو خونوا المحل ديالنا، غدا ممكن تكون انت هو الضحيه. شوف هاد المجرمين هادو، ها هما باش يوهموك بانهم ماشي شفاره، جايبين 4x4 دوبل في مزوره وجابوا معهم هذا، هما لاحوا ليه الجيري على اساس انه راه عساس. ماشي اي واحد الاخوان يبان لكم لابس جيلي راه عساس. ردوا بالكم، ردوا بالكم، المساله راه خطيره وخطيره جدا، راه هادشي ولا كيخلع. ها انتم النهار طالع، هما كيفرقعوا في المحل، الامن راه ما كاينش. راه انتم شوف، ها هو الشيفور نزل راه بجلابيتو وبالغا ديالو داير الشب حتى هو مقنع ما باينش. هنا غيدوز واحد الطاكسي غادي يديروا راسهم بانه الاخر شمكار والاخر عطيب الظهر، وهذا انه عساس واقف عليهم، يعني راهم مجرمين وممثلين. ها هما دابا كيحاولوا انهم يفرقعوا البواطه باش يحلوا القفل، مضاربين معاه ما بغاش يطلع لهم. ها هما دابا فرقعوا القفل، فرقعوا البواطه، ها هو دابا الريدو غيتحل، المجرم ها هو غادي يدخل. الاخوان بارطاجيو هذا الفيديو على اوسع نطاق، اليوم وقعت لينا حنا، غدا ممكن توقع لكم. ها هو مشى لكاس، ها هو هز لاكيس الاول وداخل معاه بواحد الاله حديديه، راه خلاها في المحل، راه جاو السلطات الامنيه داوها معاهم وراهم خداو البصمات، لحد الان باقي ما كاين والو. ها انتم هو دا لكاس، ها هو بداو كيكرفسوا في المحل، ها هما كيشارجيو في السلعه، كرفسوا لنا المحل وداو السلعه. خوتي المغاربه بغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو على اوسع نطاق باش نوصلوا لهاد المجرمين هادو. هادشي راه ولا كيخلع، هادشي كنا كنشوفوه في الافلام الامريكيه وفي المافيا الايطاليه، ولا دابا عندنا هنا في المغرب. راهم ضربوا محل في البرنوسي، ضربوا شحال من محلات وبنفس الطريقه، كيستغلوا المكان اللي
ما فيهش العساس وكيقوموا بهذه العمليات ديالهم. العساس اللي كاين تما قال لك اسيدي ليلة 27 من وراء الفجر جاء النعاس، الناس كلهم راه كانوا في ليلة القدر كيصليوا وكيطلبوا الله، وهاد المجرمين هادو هانتوما الصباح ديال ليلة القدر لاحظوا معايا جاوا كيخونوا في المحل وكيكرفسوا في المحل. بغيناكم هذا الفيديو هذا الاخوان تبارطاجيوه، حيت كيف ما وقعت لينا حنا اليوم غدا ممكن توقع لك انت. هاد الناس هادو راهم مجرمين. هانتوما هو كيهز في الصبابط، كيهز في لي فيست، كيهز في لي بولو، كيهز في لي بونطالون. هانتوما هاد اللحظه هادي جا على اساس انه باش يدي الدي في ار معاه. الله عز وجل بغى يفضحهم، راه في عوض ما يهز الدي في ار هانتوما الاخوان راه غادي يهز لون بلي. وشوفوا هادو راهم مجرمين متمكنين، كيديو السلعه وكيديو معاهم الدي في ار باش ما يخليوش العلامه وما يخليوش لاطراس. هانتوما هزوا دابا لون بلي في بلاصه الدي في ار او ما كيشارجيو في السلعه. راه حنا حاولنا ما امكن اننا نختصروا هذا الفيديو باش يولي 4 دقائق، هما راه 40 دقيقه اللي داروا في هذه العمليه كامله. جابوا سياره دوبل في داسيا دوستر ولكن دايرين لها ترقيم اخر، لاني الماتريكيل مزور. مني السلطات الامنيه ضربوه لقاو بانه ديال سياره اخرى. ردوا بالكم اخوتي المغاربه، هذا الشيء راه ولا كيخلع، هذا الشيء راه ولا خطير جدا. انتوما بارطاجيو باش نوصلوا لهاد المجرمين. خوتي المغاربه هاد الشيء راه وقع ليله 27 صباح ديال ليله القدر. شوفوا هاد المجرمين هادو، هاد اعداء الله عز وجل. انتم الطاكسي دايز ما خايفين ما والو، خدامين على خاطر خاطرهم. حنا اللي علينا اننا وصلنا لكم هاد الفيديو، بارطاجيو معنا باش انتم ما تكونوش ضحيه كما حنا كما تنصب علينا. في هاد الفيديو غادي نشوفوا هاد جوج ديال الاشخاص بغاو يدخلوا لهاد المحل، داروا هاد الطريقه. واحد فيهم غادي يطلع باش يدخل للمحل من واحد البلاصه كاينه الفوق، لاحظوا على ان عطاه المنشار باش يقطع شي حاجه. تقريبا استغرقوا ساعه باش يقدروا انهم يدخلوا للمحل، لان الوقت هنا الوحدة و55، والوقت اللي غتشدوا الكاميرا ديال الداخل هو 3، يعني تقريبا ساعه باش قدر هذا الشخص انه يدخل للمحل. هنا فاش دخل بدا كيتكلم مع صاحبه او كيتكلم مع شي حد في الهاتف كما كنشوفوا، ثم غادي ياخذ واحد الساك وغادي يبدا يجمع فيه هذاك الشيء اللي بغى يسرق كما كنشوفوا. هنا اللحظه فاش كان كيجمع هذاك الشيء في الساك، ثم فاش غادي يسالي غادي يطلع من البلاصه اللي دخل منها وغادي يرمي هذاك الساك لصاحبه اللي بقى على برا. وغادي يهبط وغادي يمشيو. في هذا الفيديو الاخر غادي نشوفوا واحد زوج ديال الاشخاص جاو باش يسرقوا هذا المحل. لاحظوا هنا فاش جاو امام هذا المحل بداو كيراقبوا الوضع كيفاش داير، لاحظوا على انهم ملتمين، يمكن غيكونوا عارفين ان الكاميرا كاينه او خايفين من انه يشوفهم شي واحد، جايبين معاهم هذيك الاداه باش يقطعوا. لاحظوا على ان صاحبه شاد القفل، قفل كبير ولكن غادي يورك عليه وغادي يقدر انه يهرسو ويقطعو، لان هذيك الاله كيقطعوا بها الحديد اكيد غادي تقطع هذاك القفل. هنا غادي يتمكن من انه يهرس القفل كما كنشوفوا، غادي يحيد القفل وغادي يفتح هذيك الساقطه كما كنشوفوا، ولكن راه باقي القفل ديال الداخل، يعني الباب ما تحلش باقي القفل ديال الداخل. غادي يقول لصاحبه سير جيب لي شي اداه اخرى، صاحبه غادي يمشي يجيب شي اداه اخرى باش يفتحوا بها هذاك القفل ديال الداخل. راه صاحبو جاب واحد الاداه اخرى وغيبداو يطقعوا او يهزوا في هذاك الباب من التحت كما كنشوفوا، غادي يبقاو معاه واحد المده ما غاديش تفتح ليهم وغادي يمشيو في حالاتهم. سارقه ما تماتش، يعني ما تفتحش ليهم الباب، لان هذا السيد صاحب هذا المحل داير باب صحيح وقفل مزيان، واخا داك القفل ديال برا فتحوه بسهوله، ولكن اللي نفع هذا صاحب المحل هو القفل ديال الداخل
لانه ما قدروش انهم يفتحوه، وكذلك الباب صحيح يعني حديد صحيح او طوله صحيحه. في هذا الفيديو الاخر غادي نشوفوا هاد زوج ديال الاشخاص غادي يجيو على اساس باش يسرقوا هذا المحل. واحد فيهم غادي يطلع وغادي يدخل من النافذة اللي كاينة فوق الباب او السرجم اللي كاين فوق الباب. غادي نشوفوا الصورة ديالو في اخر الفيديو. هنا راه كيفتح فيها او كيهرسها بشي حاجة النافذة اللي كاينة فوق الباب، ثم غادي يدخل من ديك السترة اللي كاينة الفوق، يعني كيكون المحل وكتكون فوق منه واحد السترة يعني كيجلس فيها هذاك صاحب المحل او كينعس فيها، دير ليها واحد النافذة. هذيك النافذة هي من غيدخلو او من غيدخل هذاك الشخص اللي طلع، ثم غيهبط مع الدروج وغادي نشوفوه في الكاميرا من الداخل. هنا راه صاحبو كيعطيه شي حاجة، ربما شي صاك في شي جمع. هنا اللحظة اللي غيدخل فيها للمحل الداخل اللي فيه السلعة. لاحظوا الباب من يدخل هنا راه كيضوب البيل، لان من طبيعة الحال هذا الليل والكاميرا كتصور واخا في الظلام. هنا كيقلب على شنو يسرق، بطبيعة الحال غادي يبدا يختار هذاك الشيء اللي بغاه او هذاك الشيء اللي ثمين وغالي. هنا غادي يبدا ياخذ السلعة اللي بغا، وغادي نلاحظوا النافذة اللي دخل منها. هنا غادي يكون سال الفيديو ديالنا، نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.